السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي. واليوم فيديو جديد غادي نهضر لكم على داك المشكل اللي كيوقع في جميع الهواتف، داك لو ميساج اللي كنستقبلوه اشاك فوا ديال ستوكاج بلان او لا ميموار بلان. اليوم غادي نوريكم بطريقه سهله كيفاش غادي نحيدوا كاع داك لي فيشي اللي ما كنحتاجوهمش وبدون تحميل اي تطبيقات. الشرح ساهل وبسيط وحصري على القناه ديالنا، خليكم مع الشرح. الوغ كندخلوا لي فيشي الملفات وكنتوجهوا ديريكتومون ستوكاج انترن وكنفتحوا على داك الملف اللي مكتوب عليه اندرويد. من بعد كيخرجوا لنا اربع الملفات، كنخطروا الداتا هي الاوليه كتكون. هاد لي دوسي اللي هما في الداتا كاملين كنمسحوهم حيت هادو ما كيتحتاجوش في مره وما كيوقع حتى شي مشكل اذا مسحناه. كيف ما شفتوا راه مسحناهم. وكاينه الطريقه الثانيه، غندوزوا لها بالزربه، كندخلوا البارامتر وكنفتحوا على البلاصه اللي مكتوب عليها لي زابليكاسيون، كنكليكيو عليها، كندخلوا ابليكاسيون، وهنايا كيخرجوا لنا جميع التطبيقات اللي حنا منزلينهم على الجهاز ديالنا. انا غادي ناخذ على سبيل المثال هذا التطبيق وغادي نمشي نستوكاج، من بعد غنعمل افاسي لي دوني. بهذه الطريقه غنكون مسحنا كاع لي دوسي اللي حنا ما محتاجينهمش على التليفون ديالنا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش جيم وابوني، وشكرا بزاف لكم وشكرا للمتابعه.